من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال متى الرسول: في تلك الساعة دنا التلاميذ من يسوع وقالوا: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع طفلا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم تعودوا فتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الطفل هو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل باسم طفلا واحدا مثل هذا فقد قبلني حقا. والأمان لجميعكم.